أيها الإخوة الأحباء، نحن منعيش أيام صعبة. أكيد كورونا شيء شرير، مش إشي مليح أبدا، ولكن الله يخلق من الظلمة شيء هو يريده. نحن أمام إرادة الله، بالآخر بنحكي لتكن يا رب مشيئتك. الظلمة، ظلمة القبر خلق منها قيامة، ظلمة قبر لعازر خلق قيامة، ظلمة سجن يوسف الصديق خلق منه قيم عام على أموال مصر. دائما في كل ظلمة يخلق إيجابية. ما بنعرف شو هالإيجابية، أكيد مرات كثيرة بنشوف إنه في عودة إلى البيت، إلى إنه المحبة اللي تسود بين الزوج والزوجة والأولاد، ربما هاي إيجابيات كورونا. والله بإيماننا، ونحن نؤمن إيمان أكيد وكبير، إنه الله يبدد هذا الشر ويبدد شر كورونا عنا وعن العالم، عن الأردن وعن العالم كله. بهذا الشيء لهيك احنا بدنا نصلي من أجل كل المصابين بهذا الوباء، من أجل المرضى اللي هم على سرة الشفاء. ربنا يمد يد الشفاء ويبدد هالمرض ويبعده بعيدا عن عالمنا. وبالمرة من عايدكو ونحكي المسيح قام، وأكيد إحنا في هالأسبوع المقدس اللي جايين عليه مقبلين إله، ربنا يعني يغير مسار الصلوات من مسار صلوات. مرات كثيرة كنا نعاني كلنا من مظاهر الشعانين ومظاهر الأعياد، إلى أنه ندخل إلى مخدعنا ونصلي الشعانين وأسبوع الآلام والقيامة في مخادعنا، نصلي وربما نصلي أكثر بفعالية وأكثر باتحاد بالرب، لأنه غاية الصلاة بالآخر هي اتحاد بالله. ربنا يعيدها عليكم بالصحة والعافية ويقبل صلواتكم وصلوات الجميع، وربنا يعطيكم النعمة والبركة لتنموا بالنعمة والبركة وتتجددوا بالإيمان والتوبة جميعا. آمين.